السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موقع جميل اسمه ووتس فلير. ده تقدر تحول برومت لبرومت او تكست لتكست، او تحول من برومت لصورة او ايمج، من صورة لصورة تانية. تقدر تتحكم كنترول نت في العناصر اللي انت عايزها، تقدر تديله صورة، تحصل على فيديو، تقدر تحصل على من تكست، تقدر تخليه صوت او موسيقى. فهو فيه شوية خدمات كتيرة من خدمات الذكاء الاصطناعي. خلينا نقول لوج ان. فهو بيبدأ معايا اهوت، بيقول لي اعمل لك مثلا، خلينا نقول له احنا زي مثلا شخصية سبايدر مان، نيكست. دي هتبقى الصورة بتاعتي انا، يعني قلت له اعمل لي انت الصورة البروفايل، تمام، ونقول له نيكست. وبيقول لي اختار الموديل اللي انت عايزه. ممكن نستخدم دي كبروفايل بيكتشر عشان نخلص، وبعد كده اقول له فينيش. بيقول لك ايا يكن اللي انت عايزه ممكن تعمله مع فلير اهو. طيب نبدأ بقى نقول له احنا عايزين نعمل كرييت. فبيقول لك انت عايز تستخدم ايه. ده اللي انا بقول لك عليه، الموقع ده مستو في حاجات كتيرة. لو انت حاولنا نشوف افضل حاجة، ممكن تروح على شيب موقع. يعني مثلا في موقع خاص بالصور، هم موجودين كلهم في مكان واحد. الاوديو، تمام، ده كذا ثلاث مواقع هم معاك. التكست موجود، تمام. الفيديو لو انت عايز تعمل فيديو، فكل الكلام ده موجود في مكان واحد. خليه ممكن كنترول نت كيو ار كود، ان انت مثلا عايز تعمل كيو ار، اول ما يتمسح بالسكان يروح بعتك لموقع معين، بس عايزين نبقى صوره مش كيو ار العادي، تمام. ممكن نقول ستيبل ديفيجن. بيقول لك اكتب البرومت، بيقول لك انهانس برومت لو انت عايز تخليه هو يحسن لك البرومت. دي خدمه موجوده عنده. وفي ان انت تقول له ابلود وترفع صوره من عندك من على الجهاز، انا مش عايز الموضوع دوت، او تقول له كرييت على طول. فبيقول لك عايز تكمل او تخش على يور كرييشن، يجيب لك الصوره اللي انت قلت له اعملها، لسه بتتعمل دلوقتي اهي. دي الصوره اللي هو عاملها لنا، وده التايتل، وده البرومت، وده الكابشن الموجود، تمام. والان اس اف دبليو اللي هي ان الحاجه دي سيف، ان انت ممكن تستخدمها في الشغل عادي ما فيهاش مشكله. ده الموديل اللي احنا عملناه. ممكن نحط تاج مثلا ارت بيبول بينتينج ابستراكت مثلا، تمام. وشير، تقدر تشير الصورة. فموقع يمكن ما شفتش ناس كتير بتتكلم عنه، لكن قريبا هتلاقي بقى هيبقى منتشر زي النهارده كده، تمام. ممكن تقول له كرييت وتقول له طب انا عايز فيديو، استيبل فيديو ديفيجن، تمام. بيقول لك ارفع صورة وانا اعمل لك الفيديو بتاعها، تمام. طيب خلينا نرفع صورة كده بيكتشر، خلينا نرفع له السمكة اهوت. شوف بقى لو انت عايز تغير السكيل، عايز تغير الروتيشن، عايز تعدل في اي حاجة فيها قبل ما تديها له، وبعد كده تقول له كرييت لي الفيديو، تمام. ممكن تقول له ايه يور كرييشن، فيبدأ يجيب لك الحاجة. لما تحمل هتظهر معانا هنا. يلا بينا نشوف. بدأ يخلي السمكة تتحرك، تمام. التكنولوجيا لسه حديثة، فمع الوقت ان شاء الله تحسن بشكل رهيب، تمام. طيب ممكن بقى نبص على الاوديو. تقدر تديله تكست وهو يبدأ يحول لك التكست ده لموسيقى. في تكست برضو ان انت تقدر تتكلم معاه، بس هو لسه ما بدأش دلوقتي، مش متحمل معايا، مش عارف ليه. ايمج ممكن تجرب بقى حاجة زي ديل 3، تمام. ممكن نجربه، نديله برومت. ممكن نخليه يحسن لنا البرومت. نقدر نختار بقى الاسبكت راشيو ونقول له كرييت يور كرييشن، يبدأ يجيب لي الحاجة دي. الحاجة اللي انا مشيرها مع الناس، لان دي لسه مشيرتهاش،
ممكن ابدا اكتب التكست مثلا شير تمام. ادي الصوره اهيت اللي عملها لنا من خلال التايتل اللي احنا اديناه له. انا عجباني تمام. فالموقع فيه شويه مزايا حلوه خطيره، وحتى الان ما طلبش مني فلوس. لو طلب هقول لكم اكيد، بس هو حتى الان ما طلبش مني فلوس. ان شاء الله يفضل في الفتره طويله كده يكون مجاني، وان شاء الله يعجبكم.